منذ حوالي 4 أشهر نمشيو باش أننا نخصص الأسواق. اليوم عندنا العنب، عندنا إنتاج كبير يتجاوز 7 مليون قنطار. الحمضيات تجاوز نهاية السنة 1,700,000 طن من الحمضيات. في التمور عندنا إنتاج وفير، في الطماطم عندنا إنتاج وفير، في التفاح والفواكه عندنا إنتاج وفير. إذن كان لزاما علينا أننا أولا نحمي الإنتاج ونحمي المنتج اللي هو الفلاح، كذلك نحمي المستهلك بتنقيص الوسطاء، يعني كان وسطاء كثير ليدخلوا، وهذا ما نقدرش نقضي عليه إلا بخلق فضاءات متخصصة. مثلا هنا في هذا السوق كنا نشوفوه في عند المستهلك ياكلوا باسعار مرتفعه جدا، اليوم رانا نشوفوه ب 6000 7000 يعني في متناول الجميع حسب النوعيه، يعني هو متناول الناس. حتى الفلاح اللي يجي او المونداتير اللي يجي يديه باش يوزعه في الاسواق يدي لابتيت مارجن تاعو، لكن يلحق للمستهلك باسعار يعني معقوله.